definitely. I think we knew it was a tough game. كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة جدا وعانينا كثيرا وأن تتقبل هدفا في الثانية الأخيرة ودائما نحاول إغلاق المساحة وعندما كنت أقع على الأرض ضربت الكرة في رجلي أعتقد كنا نتمنى أن نخرج بنتيجة 0-0 إلى البرنابيو ولهذا لا يغير كثيرا الآن مع القانون الجديد يجب عليك أن تفوز إذا سنرى ما سيحدث ربما إيقاف ضربة الجزاء ستكون حاسمة كانت بإمكان الأمور أن تتغير كثيرا نعم بكل تأكيد ربما ضربة الجزاء لم كانت مخالفة غبية لأن مبابي كان يذهب إلى الخارج ولكنه عرقله وأيضا كان ميسي يهدر هذه الركلات عندما يوجه الكرة إلى يمين الحارس وتوقعت ذلك الآن ستفكرون في البرنابيو ريال مدريد سيحاول أن يهاجم بكل تأكيد أعتقد أنه كانوا يهاجمون ويضغطون كثيرا إذا لعبوا بنفس الأسلوب يجب علينا أن نجد الطريقة للتأقلم مع الطريقة اليوم لم نخلق أي فرصة وإذا لم تخلق الفرص لن تفوز بأي مباراة إذا يجب أن نتحسن كثيرا.